كانت هذه المزرعة صحراء جرداء خالية من المحاصيل العلفية أو الخضروات بسبب ملوحة تربتها وخلوها من المياه العذبة، لكن الآن أصبح 90% من هذه التربة مزروعاً بأنواع مختلفة من المحاصيل العلفية التي تطعم نحو 400 رأس من الماعز والأغنام. ما الذي صنع هذا التحول؟ إنه نظام المزرعة المتكاملة الذي يتيح تربية الماشية في المزرعة ويوفر الأسمدة الناتجة عن تحول روث الحيوانات إلى سماد. أخذت وقت شوي وبعدين الغنم ارتاحت أصلاً، هني مرتاحة أكثر، هناك محصورة في عشة ويحط لهم الأكل ويأكلون كله يابس، هذا شيء نظيف يعني شيء. إن الزراعة عالية الكثافة تساعد على تحقيق استدامة الموارد عبر زيادة كمية الأعلاف المزروعة بنفس كمية المياه المستخدمة، كما أن زراعة أعلاف قادرة على تحمل الملوحة يحقق إنتاجية مستدامة للتربة عالية الملوحة. إن هذه الحظائر الجديدة تسمح بتجميع الحيوانات وفقا لمتطلبات الإنتاج وإعادة الإنتاج، فهنا يتم تطوير التغذية وتلبية احتياجات كل مجموعة مما يزيد من كفاءة الإنتاج. أحب أشكر خدمة المزارعين على الشيء الطيب وهمتهم طيبة والدخاطرة على مرعاهم العزبة. تحسنت المزرعة في أفضل حال، أحسن ما كانت قبل. قبل كان ما فيها شيء، فيها نخيل، الحمد لله شير خضر.